نروح لزميلنا زياد قاسم من حديقة الأزهر، واحدة من أروع الحدائق على مستوى جمهورية مصر العربية. زياد صباح الخير، كل عام وانت بخير، والأجواء الاحتفالية متابعينها معاك ومع كل الزملاء في كل محافظات الجمهورية، كيف هي حديقة الأزهر وشايفين شباب وفتيات من ورائك بيمروا ليستمتعوا بوقتهم في عيد الأضحى المبارك؟ صباح الخير عليك يا محمد، وكل سنة وانت طيب، وكل سنة وكل مشاهدي اكسترا نيوز بكل خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. من هنا من داخل حديقة الأزهر حيث نتابع معكم أجواء أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث انتهت صلاة عيد الأضحى المبارك منذ ساعات قليلة، والتي كان من المقرر لها أن تقام في تمام الساعة 6:18. من المعتاد أن يتوجه بعض المسلمين بعد انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي، البعض الآخر يتوجه إلى زيارة الأقارب، البعض الآخر يتوجه إلى زيارة المتنزهات والحدائق المختلفة داخل محافظة القاهرة كالحديقة الدولية والحديقة اليابانية وغيرها من الحدائق. ومن ضمن هذه الحدائق هي الحديقة التي نتواجد بها الآن، وهي حديقة الأزهر. حديقة الأزهر تتواجد على مستوى مرتفع حوالي 40 متر عن المباني التي تتواجد حول الحديقة. أيضا تقام حديقة الأزهر على مساحة 80 فدانا، مما يجعلها متسعة تستقبل ما يزيد عن 30,000 زائر يوميا تستطيع أن تستقبلهم حديقة الأزهر. الأقبال حتى هذه اللحظة متوسط نظرا لارتفاع درجات الحرارة، وكلما مر الوقت يزداد الزائرين إلى الحديقة حيث تنخفض درجات الحرارة حتى نصل إلى الليل. أيضا من الملحوظ هو التوافد على حديقة الأزهر من مختلف الجنسيات، خاصة الجنسيات العربية والجنسيات الخاصة بشرق آسيا، إندونيسيا وغيرها من الدول، حيث نتواجد بالقرب من مدينة البعوث الإسلامية، مما يجعلها مقصد مهم لهذه الجاليات وهذه الجنسيات. أيضا من المشاهد الهامة هنا داخل حديقة الأزهر هو وجود النوافير ووجود الممرات الواسعة التي يحيط بها النخيل من كل اتجاه، أيضا وجود البحيرات المختلفة ووجود الأشجار والمزروعات المختلفة التي تجعل من الحديقة مكانا هاما لالتقاط الصور التذكارية. أيضا إذا تحدثنا عن مواعيد عمل حديقة الأزهر في أيام العيد، فهي تفتح أبوابها أمام الزائرين والوافدين منذ الساعة 9 صباحا حتى تصل إلى الساعة 9 مساء. هذه الصورة من هنا من داخل حديقة الأزهر، والآن نعود إليك محمد بالأستوديو. شكرا ليك زياد، موجود في حديقة الأزهر، واحدة من أروع وأبهى الأماكن الموجودة في محافظة القاهرة.